تسبب الصراع في اليمن بالكثير من المعاناة للسكان ومنها الحاجة الماسة إلى المياه، مما أدى إلى ظهور وبوضوح بعض المشاكل الحادة للمياه التي منها انقطاعها المتكرر وضعفها وعدم وصولها للأدوار العليا للبنايات أو المناطق المرتفعة، الأمر الذي جعل الأهالي في معاناة كبيرة من انقطاع المياه، الأمر الذي جعل المواطن وخاصة أهالي منطقة عدن يلجؤون إلى حل بديل وهو الاعتماد على آبار المياه التي حفرها أصحاب الخير والصهاريج المنقولة عبر الشاحنات في العديد من مناطق عدن بدلا من مياه الحكومة. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج من الآخر. خلفت الحرب التي تسببت بها الميليشيات الحوثية العديد من الأزمات على سكان المحافظات المحررة، ومنها أزمة المياه التي لها آلامها المزمنة وفصولها المتعددة من المعاناة التي لا نهاية لها، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي فاقمت مشكلة الحصول على متطلبات الحياة الأساسية للأسرة. تتعدد الأزمات التي تعصف بالمواطنين في عدن، من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية إلى ارتفاع أسعار قيمة الريال اليمني وإيجار الشقق وصولا إلى انعدام المياه. تنعدم المياه ولا تصل إلى المواطنين في العاصمة عدن، رغم ذلك تحافظ مؤسسة المياه على فواتير المياه والرسوم بينما المياه لا تصل إلى المواطنين. يشكو سكان غالبية الأحياء من عدم وصول المياه إليهم، وإنهم يضطرون إلى نقل المياه من الآبار التي أوجدها فاعلي الخير. باتت مشاهد نقل النساء والأطفال للمياه منتشرة بكثافة في شوارع العاصمة عدن، وهكذا تغيب واحدة من أبرز المؤسسات الخدمية عن العمل في عاصمة البلاد، ويبدو أن هذه المؤسسة الحكومية كما بقية المؤسسات لا يتواجد فيها جدول أعمالها التخفيف من معاناة السكان. اضطرت آلاف الأسر اليمنية بسبب مشكلة المياه إلى شراء المياه لكي تلبي حاجاتهم اليومية من استخدامها، وهذا يعد كلفة أثقلت كاهل الكثير من الأسر، وهذه تعد مشكلة من حيث الكم والكيف. فهناك مشكلة في كمية المياه التي يتم الحصول عليها والتي لا تفي باحتياجاتهم، ولمزيد من التفاصيل خلونا نشوف مع بعض هذا التقرير. ما تزال آثار الحرب الدائرة في اليمن ولادة لمزيد من معاناة المواطنين بمدينة عدن، حيث تشهد العديد من مناطق مديريات البلاد بانقطاعات مستمرة في المياه وعدم وصولها إلى باقي المناطق المجاورة جراء الانقطاعات، والذي يلقي بظلالة على سكان المدينة ويضاعف من معاناتهم. احنا نعاني من مشكلة المياه، مشكلة عويصة بشكل عام في يعني محافظة عدن بشكل عام، بسبب ان الشبكة يعني مترهلة وقديمة وتحتاج ترميمات وكذا بشكل عام، وكثير من الآبار يعني فاعلين الخير صلحوها يعني حلول يعني وسطية، لكنها تطلع يعني مياه مالحة وغير صالحة للشرب، وانما بعضها تكون صالحة للشرب، لكن المشكلة انها قائمة والسكان يعانوا من غلاء المياه بالنسبه للبواز وكذا مكلفه مره. نوجه رساله الى الدوله باننا نعاني من شحه المياه بسبب انقطاع الكهرباء، غد الماء ما يجي نهائيا ويزيد ما يجيش نهائيا، نحن ما فيش مياه عندنا ابدا، هذا فاعلين الخير سووا لنا ابيار وسووا لنا هذه البيار جزاهم الله خير، هذا ما له يعني الواحد يحتاج الى مياه الشرب والدبه حق الكوتر توصل لل 300 والبوزه ب 10,000 8,000 والمواطن تعبان لا رواتب ولا شيء يقدر يستطيع أن يشتري هذا الشيء. استمرار انقطاع المياه إلى المنازل وتعثر العديد من المشاريع يولد بأزمة خانقة، مما جعل الأهالي في رحلة بحث عن مياه صالحة للشرب. وعلى الرغم من سداد المواطنين لفواتير خدمة المياه للمؤسسة المحلية للمياه، إلا أن المؤسسة تعاني من ضغط كبير على شبكات المياه،
وذلك بسبب التوسع العمراني وازدياد لعدد السكان بالإضافة إلى أعطال في شبكة المياه وعجز المؤسسة عن ضخ المياه بعدم وجود مولدات كهرباء لضخها. نحن نعاني من شحة المياه والكهرباء والبترول. تصدقون اليوم بلا ماء والبوزة ب10,000 ولا 12,000، يعني نعاني من منذ أكثر من سنتين والماء ما يجي عندنا، ولو جاء بيجي مالح. تبنا حفرنا هنا بير يعني مالح، وكثير من أهل المدارة كلهم يعانون من هذا الشيء. نوجه يعني للمسؤولين أن يلفتوا نظرهم إلينا يعني لما نعاني. الأحياء الفقيرة والأماكن العشوائية ومساكن المهمشين هي على رأس قائمة المناطق التي بالكاد يصلها الماء، مناطق متعددة لم تسلم من أزمة المياه لتشهد انقطاعات طويلة ومستمرة. البحث عن خيارات أخرى هي الأفضل بدلاً عن خدمات المؤسسة المتردية، حيث يقومون بالحفر على الآبار العشوائية بالبحث عن المياه الصالحة للشرب كحل لأزمة انقطاع المياه بهدف التخفيف من معاناتهم. مثل ما شفتم، مشكلة قائمة وحقيقية يتكبدها الكبير والصغير للحصول على المياه والوقوف تحت أشعة الشمس. مشاهدينا، فاصل ونواصل. أهلا بكم مرة أخرى. معاناة الناس من جميع الأطراف، من مالكي مضخات المياه ومن مالكي الصهاريج كوسطاء لتوزيع والمستهلك النهائي، وهذا بسبب ارتفاع كلفة المياه بسبب عدم توفر المشتقات النفطية التي تشغل المضخات، إضافة إلى تشكل سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية بأسعار تفوق تسعيرة الحكومة، أدى ذلك إلى الضغط على احتياجات الأسر وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مما أدى إلى وضع هذه الأسر تحت طائلة العوز والفقر. والله يعني لقينا الحفر الآبار بمبالغ طائلة، يعني كثير يعتمدوا كمان على مياه الأمطار، بوز نشتروا بوز، ولا يعني كثير ناس ظروفهم ما تسمحش يعني مع الغلاذة يعني يشتروا متطلبات البيت ولا الماء، ولا يعني الحالة صعبة بصراحة. أزمة المياه هذه أبدا، خاصة شعب العدروس، والله يعني معني مظلومين بالماء بشكل عام، يعني بشكل غير يعني ما أقدرش أتكلم. والله حفرنا ملي الآبار، ملي البوز، ملي ما فيش، ملي احنا مظاهرات، ملي ولا نشتكي من أزمة الماء. عندنا أزمة كثيرة بالمعلة بهاي كاسترا، لا يوجد عندنا ماء بالخالص في منطقة كريتر، وخاصة في الأمور في المناطق والأحياء مثل العيدروس والشعب، في هذه اللي يصعب عن وصول المياه. يعني هناك السكان خاصة في الجبال يعني ما يوصل لهمش المياه يعني بشكل سليم. ايش واحد يقدر يستطيع يقول بعد الماء؟ خلاص يعني نموت، ونحن شباب ما نكون ميتين، لكن عملنا في الله اولا ثم بقيادتنا الرشيده، وقموا الشعب هذا كيف يسوي يا اخي؟ بس بلا ثلاثه، بلا رواتب، بلا ايش نقول؟ بس ما حد يحتاج واحد يتكلم زايد يا اخي. اصبحنا نعاني من مشكله كبيره في المياه. هذا البعض اضطر يحفر ابار، مكثنا تقريبا في الحاره اكثر من 3 أشهر بدون مياه. يعني الحاجات الضرورية نجيبها من المسجد ومن أماكن مجاورة أو شراء أو كذا. المياه يوم تجي يومين ما تجي، مقطوعة واصل، ما فيش مي خالص، وإحنا جالسين كذا بس على الله مستنين الدولة تصلح لنا الأوضاع. الحمد لله في أحياء المياه تمام عندها، وأحياء تنقص المياه اليوم لساعات الأيام. المياه تعتبر أساس الحياة، لهذا يجب على الدولة أن تقوم بأعمال
كحفر الآبار وتوفير جميع أنواع الخزانات للمياه. أكثر الناس يعني ما يوصل لهمش الماء إلا عبر ذينمات غير الأماكن المرتفعة، وغير كذا أنه في بعض مشاريع خاصة ببناء الآبار وهذه الحاجات، والبعض يشتري بوز يعني بأسعار خيالية. شاهدنا رفض تام للوضع الحاصل للمواطنين الذي فعلا أرهقهم عدم وصول المياه إلى بيوتهم، والذي فعلا يستنفذ الكثير من الجهد والوقت ومن رواتبهم للحصول على المياه. وللمزيد من التفاصيل حول هذه القضية التي أرهقت الكثير من المواطنين ينضم معنا عبر الهاتف من عدن مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي عدن المهندس محمد باخبير. أهلا بك سيد محمد. أهلا وسهلا في العزيزة. أهلا وسهلا. ما هي أسباب الانقطاعات المتكررة في خدمة المياه في عدن؟ مؤسسة المياه وخدمة المياه مثلها مثل العديد من الخدمات الموجودة في محافظة عدن تعاني من مشاكل عدة، من إهمال تراكم على مدى أعوام كثيرة، وهي في جميع مكوناتها من حقول، شبكات توزيع، خزانات، جميع هذه المكونات عبارة عن مكونات قديمة متهالكة، بالتالي تؤثر علينا في عملية التمويل المستمرة. ايضا لدينا نقص تناقص في عدد الابار العامله في انتاج المياه، لدينا مشاكل في مصادر الطاقه الكهربائيه، لدينا مشاكل في مساله التمويل وخطوط التوزيع. جميع هذه المشاكل جميعا نحاول ان نحلها ونتساير معها ونعالجها. في الاونه الاخيره كانت تظهر لنا انكسارات في خطوط التمويل الرئيسيه اللي هي تودي بمحافظه عدن. طبعا عمليه الاصلاحات والصيانه تتطلب بعض الوقت، وهذا الوقت يؤثر على عمليه التموين. الزياده السكانيه، زياده السكان، عدن تستقبل الان عدد كبير من المواطنين في محافظه عدن، يتزايد يوما بعد يوم الاف مؤلفه تدخل محافظه عدن وتستوعبهم وتستقبلهم، وبالتالي هؤلاء لابد ان نوفر لهم الخدمه بدل ما كانت يعني تكفي عدد معين من البشر كما هو مخطط له، صارت الان مواجبها انها تغطي العدد الكم الهائل من هذه المواطنين. جميع هذه المشاكل، جميع هذه الامور نحاول نعالجها ونتخطاها ونستوعبها. طيب ايش ابرز الصعوبات؟ هي مساله وقت الان. طب لحظه، هي مساله وقت الان. احنا قبل 4 ايام طبعا فتحنا المياه من خط تموين محافظه ابين، يعني الان محطه الحقل الروه بدا يعمل معهم، وهذا كان الاتجاه الاولي. كان معنا في هذا المسار الاخ الوزير المياه والبيئه، الاخ محافظ محافظه عدن، تابعوا هذا الجهد الحثيث حتى تم فتح المياه من محافظة أبيان، ودخلت معنا المياه بشكل يعني مشتمل تقريبا على مدى 4 ايام، وتحسن الوضع وظهر تحسن. الاتجاه الثاني الذي نعمل به انه بدانا يعني في تجهيز عدد من الابار الجديده، تمويل من هيئه الاغاثه الكويتيه، عدد 10 ابار استبداليه لم تدخل الى الان في الخدمه، لم تدخل حتما كما هو طبعا اشيع في وسائل التواصل الاجتماعي انه دخلت محطات ومضخات نحن طبعا لا نتعمد ان لا نذكر شيء او نظهر باعلام الا عندما نرى الشيء على الواقع. فهذه الابار الاستبداليه هي جاهزه، ولكنها لم تدخل في الخدمه نظرا لعدم وصول المضخات الخاصه بها وربطها في الشبكه. تمام. انت سيد محمد، يعني معنا سيد محمد، انت اوكي تفضل. انت ذكرت انه هناك مكونات التي تعرقل خدمه المياه، ايش ابرز الصعوبات والعراقيل اللي انتم تواجهوها كمؤسسه؟ ابرز الصعوبات ان لدينا 3 مصادر المياه الان اللي موجوده في عدن. مصدر في بئر احمد، حقل مياه قديم، اخر بئر تم حفره في 2013، حقل مياه بئر ناصر برضه مصدر مياه قديم من الخمسينات، كذلك بئر احمد. جميع الابار الحديثه اللي تعتبر احدث بئر كان حفرها تم حفرها في 2013، عكس ما هو كان من سابق كانت تحفر الابار كل 7 سنوات او 6 سنوات يعني يتم حفرها. فتخيل احنا من 2013 على اخر ابار، اضافه الى ان توقف اعمال الصيانه لهذه الابار من 2013 حتى العام 2019 او 2020. فنحن الان بخطى حديثه في تحديث مصادر المياه، تحديث مصادر المياه اللي هي الحقول. لدينا الان مشاريع، جميع المشاريع نحاول ان نستهدف فيها مصادر المياه، ثم خطوط التوزيع، الخطوط الناقله عفوا، اللي هي تنقل المياه من المصدر الى المستفيد. يعني لديكم مشاريع واليات لتحسين خدمه المياه في الوقت الحالي؟ طبعا. تمشوا عليها؟ طبعا لدينا مشاريع كبيره
الان في بئر الناصر لدينا 10 ابار وثلاث ابار، يعني 13 بئر ان شاء الله بتدخل في القريب العاجل. في المفروض كان الطلب الان تدخل في نهايه الشهر هذا، ولكن حصل تاخير في توريد المضخات من قبل الشركه المنفذه اللي تتبع منظمه طبعا. فجميع هذه الامور كلها تحتاج الى صبر. مشاريعنا مشاريع المياه مشاريع كبيره واستراتيجيه، ليست ممكن ان تتم بيوم وليله، وكلها تحتاج الى جهد واموال الكل يسهم فيها، من 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 الاخ الوزير والاخ محافظ حق هذا المولي كل المتابعه والاهتمام. يجب ان يعلم المواطن ان ابارنا تعمل حتى في ظل انقطاع الكهرباء، حتى في ظل انقطاع الكهرباء، وهذا الشيء لابد ان توفر له طاقه وجهد ومال. الوقود حتى الان الوقود المشغل للمولدات يتكفل بها الاخ المحافظ معاط عدن، يتحملها طبعا مشكور يعني كل الشكر له. يعني شهريا ما 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 ما, ما نحتاجه لتشغيل هذه الابار عباره عن 500,000 لتر. ليس الابار فقط، حتى محطات السلطة الصحي تعمل في ظل انقطاعات الكهرباء. في ظل الازمه اللي حصلت في شهر اغسطس وفي شهر سبتمبر كانت انقطاعات الكهرباء تصل الى 12 ساعه، وكانت حقولنا شغاله بمولدات الطاقه. وصلت الحقول انها تنطفئ 24 ساعه. وفوق هذا وذاك جميع هذه الجهود طبعا لا نعلن عنها، نتكلم حتى لان المواطن يريد حاجه افضل من كذا. لن نصل الى مرحله الكمال الا اذا تعاونوا ثلاث جهات. السلطه المحليه والمؤسسه والمواطن يجب ان يحس انه عليه واجب هو سداد قيمه الماء، لان كل هذه الامور تحتاج الى اموال. البعض يدفع الفواتير استاذ محمد، لكن للاسف ما يلاقيش الخدمه. أنا أعطيك مثل بسيط. تخيلي من عدد 31,000 مشترك في المنصوره من يسدد الفواتير حوالي 2400، لان رواتبهم كمان ضئيله ما يقدروش. في ناس ما تقدر للاسف. فاتوره الماء عزيزتي الراتب كم؟ لا لا معلش، انت مش ما عندك علم. فاتوره الماء مبلغ زهيد خاصه على المواطن، احنا لم نرفع ولا نغير التعريفه على المواطن، لا زالت مبلغ لا يذكر، لا يذكر، بسيط جدا. يعني حتى الان نحن نخسر فواتير المياه وطباعتها واستيرادها وبالدولار ونطبعها، وفوق ذلك ما نجد قيمه الفاتوره الورقه لم يسددها المواطن. تخيلي انت في خرم اكثر 11,000 مشترك، من يسدد 500 مشترك. هل هذا يصح؟ فعلا هي منظومه متكامله بين المواطن والجهه الحكوميه والسلطه المحليه. السلطه المحليه تدعمنا بدعم مباشر، الاخ المحافظ انزل لنا مشاريع، الاخ الوزير برضه دعمنا بالوقود كمان، الفتره المنصرمه كان وفر لنا كميات من الوقود من المنظمات، الاخ المحافظ الان بعد ان انتهت الكميات الوقود اللي مولت من المنظمات، الاخ المحافظ تكفل بشهريا ب 500,000 لتر ديزل، مش مبلغ بسيط. هذه لا نستطيع ان نعملها، يعني اذا كانت في جهه اخرى تقوم بتشغيل هذه المؤسسه ستقفل من ثاني يوم، لانها مش قادره توفر الديزل الوقود. شكرا مدير المؤسسه المحليه للمياه والصرف الصحي عدن المهندس محمد باخبيره على ما قدمته لنا من ايضاحات في هذا الموضوع. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية حلقة اليوم، نستقبل مشاركاتكم وتعليقاتكم على موضوع الحلقة القادمة على منصاتنا على الفيسبوك أو في تويتر أو على رقم الواتساب 7376528116 المبين أسفل الشاشة. إلى اللقاء في حلقة قادمة وقضية جديدة من برنامج من الآخر.